هل تعرفون ما معنى اسم محمود؟ محمود أحد أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على وزن اسم المفعول للجذر الثلاثي حمد، ومعناه ذو الصفات الحميدة، المشكور، الممدوح، المرضي عنه، وهو نقيض المذموم. ومن العجيب أنه كان اسماً للفيل الذي تقدم جيش أبرهة لهدم الكعبة. وينتشر هذا الاسم بكثرة في الأقطار العربية والإسلامية إحياءً لاسم أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن تعرفون من أقاربكم أو أصدقائكم يحمل اسم محمود؟ أشيروا لهم في التعليقات لمشاهدة الفيديو.